أهلا بكم مشاهدينا الكرام، وحلقة جديدة من تحت الضوء. هل هناك إرادات ومصالح دولية تسعى لإدامة مأساة الموصل ليبقى شبح الموت يخيم في أرجائها؟ لماذا يبقى النازحون نازحين؟ ولماذا يبقى المرعوبون مرعوبين؟ ولماذا قست الحكومات المتعاقبة على أهل هذه المدينة كما قست عليهم ظروف الشتاء القارس والصيف اللاهب والسيول الجارفة في مخيمات مهترئة؟ فها هي أزقة نينوى تتحول إلى ممرات مائية بعد أن كانت تلقب بأم الربيعين. أصبح خليف الموت هو المخيم بين ربوعها بعد أن أحالها القصف المدمر إلى ركام طمر تحته قصة ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة بغداد. نضع تحت الضوء مشاهدينا الكرام مأساة نينوى، ونرحب بالضيوف الكرام في الحلقة. الأستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الأستوديو، مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. وأرحب أيضا بالدكتور إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، ينضم معنا عبر سكايب، مرحبا بك دكتور إياد. ومرحبا أيضا بالأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. إذن مشاهدينا الكرام، بداية نشاهد هذا التقرير سوية ثم نبدأ الحوار، كونوا معنا. بعد أن كانت تسمى أم الربيعين أصبحت تعاني الأمرين. إنها محافظة نينوى التي ما زالت تعاني آثار الحرب المدمرة التي شهدتها مدنها، فقد نالها ما نالها من قصف أهوج أحال بيوتها إلى أكوام من الأحجار وتدمير شامل للبنى التحتية، في مشهد يحكي قصة حكومة أبادت شعبا بوحشية لا حدود لها. بعد ذلك يأتي المشهد الثاني من قصة نينوى، فها هي أزقتها تتحول إلى ممرات مائية لا يمكن تجاوزها سيرا على الأقدام. هذا حال أهل المدينة، والوضع أدهى وأمر في مخيمات النازحين في ظل أجواء الشتاء العاصفة والممطرة. معاناة مضاعفة لسكان نينوى ونداءات استغاثة لإجلائهم أو توفير احتياجات عاجلة لهم، لكن تلك النداءات لم تلقى من الحكومة إلا آذانا صما وأعينا عميا، فالحكومة مشغولة عن معاناة المواطن بترتيب الصفقات والمناصب والحقائب الوزارية. من جانبه صرح أثيل النجيفي محافظ نينوى السابق أن المحافظ الحالي حول نحو 40 مليون دولار لصالح الميزانية التشغيلية الخاصة بمكتبه، ما يفسر خلو ميزانية المحافظة من أي أموال يمكن استخدامها في حالات الطوارئ العاجلة. ويبدو أن هناك إيرادات ومصالح دولية تساندها أذرع محلية تسعى وبقوة لاستمرار الأوضاع المأساوية في العراق عموما وفي نينوى بشكل خاص، ليبقى أهل تلك المحافظة العريقة يتذوقون طعم الموت وهم أحياء. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدينا الكرام، أبدأ معك أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي. يعني لماذا من وجهة نظرك استهدفت الموصل؟ العديد من المحللين والمراقبين يعزو ذلك إلى أنها ابتدأت بالإقصاء ثم بالتهميش ثم بالتدمير، متى استهدفت ولماذا؟ استهدفت مدينة الموصل لأنها مدينة كبيرة. هذا العراق العظيم معلوم أنه تشكل من الولايات الثلاثة، ولاية البصرة وولاية بغداد وولاية الموصل، فالموصل عبر تاريخها هي رأس ولن تكون ذيلا في يوم من الأيام. أما الحالة التي تمر فيها فهي حالة خسوف لا كسوف، ومهما تكن فالموصل تمرض ولا تموت، لأنه الحالة التي تمر بها هي حالة استثنائية وغير طبيعية. لا يمكن أن تكون هذه الحالة التي تمر بها مدينة الموصل طبيعية، لا على مستواها، على حجم مدينة الموصل في العراق، ولا على سكان مدينة الموصل، ولا على طبيعتها الجغرافية والسكانية. لا يمكن أن يكون هذا الحال هي حالة طبيعية، ولكن مهما يكن فهي أريد من قبل الأعداء أن تموت مدينة الموصل، ولكنها تمرض ولا تموت. نعم، أرحب بضيفي عبر سكايب الأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أستاذ عمر مرحبا بك.
يعني هل هناك من إيرادات دولية ربما، يعني مصالح دولية جعلت بالتالي من الموصل في مرمى الهدف، وما يعانيه النازحون الآن وأهالي الموصل الأمرين نتيجة تحطيم مدينتهم إلى الآن؟ أستاذ عمر الفرحان، يبدو أن هناك خلالا في الصوت إلى أن يتم تأمين الاتصال بالأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. أرحب بالأستاذ الدكتور إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، ينضم معنا عبر الهاتف. مرحبا بك أستاذ إياد العناز. السؤال إليكم أستاذ إياد، يعني هل هناك إيرادات ومصالح دولية كان لها قصب السبق في تحويل الموصل أو إحالة الموصل إلى أقوام من خراب ودمار وتهجير أهلها على هذا النحو؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وأسعد الله مساءكم بخير. بك أستاذ. يعني يبقى موضوع الموصل من المواضيع المهمة جدا، لأنها تشكل عبق الحضارة وأصول الحياة كيفها أبناء العراق. يعني نحن نتكلم عن الموصل وهي مدينة عريقة ومدينة حضارية، ذاك مشروعا يراد منه الإبقاء على حالة الموصل كما هي. هذا المشروع واضح أنه يرتبط بأدوات وإقليمية، تحديدا المشروع الإيراني. أنا أتكلم هنا عن الآن التدخل الإيراني الكبير في العراق وهيمنته على الكثير من المحافظات وعلى الأطر السياسية والاقتصادية والاجتماعية. من هذه الآن تبقى مدينة الموصل واقعة تحت مشروع يراد منه التنفيذ والإيغال فيه، ولذلك نرى الآن السيطرة التامة للميليشيات المسلحة المرتبطة بإيران ومتواجدة في الموصل بإرادات إقليمية وبتوجيهات من حرس الثوري الإيراني. هذه الميليشيات بدأت الآن لا تسيطر فقط على قرار الأمن وتتدخل فيه حماية كما تدعي، ولكنها بدأت تسيطر على أوضاع المدينة كاملة اقتصاديا واجتماعيا، بدأت تتدخل في حياة المواطنين، في عمليات البيع والشراء، في عمليات التحويل والإسكان، في عمليات الأراضي والمشاريع الخدمية وجدت. كل هذا يشكل مشروعا ومنهجا وخطا لإبقاء الحالة المأساوية لمدينة الموصل. الإهمال متعمد، عدم وجود رؤية اقتصادية واجتماعية لتخليص أبناء المدينة مما يعانون. نحن نتكلم كما بعد سنة ونصف من انتهاء العمليات العسكرية، ما الذي تحقق؟ لا زالت المدينة تعاني تحت كثير من الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، لا زال أكثر من 750 إلى 800 ألف نازح من مدينة الموصل لم يعودون إلى أهاليهم وإلى دورهم وإلى منازلهم. بسبب ماذا؟ بسبب الحالة المأساوية التي لا زالت تعيشها مناطقهم، بسبب عدم وجود عملية البناء وإعادة تهديم ما دمرته العمليات العسكرية بحجة الإرهاب، بعدم عودتهم إلى ممارسة حياتهم وحياة أبنائهم، عدم وجود التأمين الصحي، عدم وجود التأمين التعليمي، بسبب القصف الجوي الذي طال العديد من المؤسسات التربوية والطبية والمستشفيات والجسور من قبل طائرات التحالف الدولي وطائرات الطيران الجيش. هنا نتكلم عن عملية ممنهجة لإقصاء هذه المدينة وإخراجها من التاريخ العربي الإسلامي وإعادتها إلى ما إلى ما يريده أعداء الأمة. ولكن تبقى المدينة كما هي معروفة بعبقها التاريخي بأصالتها بجذورها. الآن البناء يتم من خلال أبنائها، من خلال عوائلها، من خلال ناسها الخيرين الذين لم يرتضوا لهذه المدينة أن تكون تحت طائلة اللامبالاة أو حاشاها تحت الإذلال، ولكنهم أرادوا أن يعيدون حياة المدينة بعبقها وتاريخها. نعم، أرحب بالأستاذ عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك أستاذ عمر. أهلا وسهلا أستاذ عمر. لماذا استهدف الإنسان العراقي في الموصل؟ يعني لم يبقى شيء لم يستهدف في الموصل. نعم، يعني هذه الحرب الأخيرة التي أظهرت أو كشفت عن انهيار التحالف الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، فضلا عن الأطماع الإيرانية في المنطقة ولا سيما العراق، حيث تحولت مدينة الموصل من مدينة ضاحكة، من مدينة خضراء، إلى رماد في ليلة وضحاها بسبب
الثار التي جاءت به الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، حيث أن في مدينة الموصل لها ميزة استراتيجية كبيرة لهذه الدول، وبما أن هذه الدول تريد السيطرة على المنطقة فيجب أن تقوم بتفتيت وتمزيق وتدمير هذه البلاد بشتى السبل. وأن هذه الأطماع الإيرانية جاءت نتيجة لتدخل الميليشياتي في هذه المدينة والسيطرة الكاملة عليها، بسبب أن هذه المدينة حوت إلى العديد من المقاتلين الأبطال في عام 1980 أثناء الحرب الإيرانية، وكذلك مقاومتهم للاحتلال الأمريكي بعام 2003. إذن هذه التدمير المباشر للإنسان والحجر وشمل الجميع، لا سيما استخدام الأرض المحروقة في هذه المدينة، حتى تتمكن هذه التحالفات الإقليمية والتحالفات الدولية من السيطرة المباشرة على هذه المدينة، لكونها كما قلنا أنها طريق استراتيجي الذي يربط ما بين إيران وما بين دمشق، ومن ثم تساعد القوات الإيرانية من المرور في هذه المناطق بسهولة. وهذا ما يتقاطع أيضا مع التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، حيث لا تريد أن تسيطر هذه الميليشيات ولا إيران على هذا الممر الاستراتيجي. فكشف هذا الصراع حقيقة الأمر في هذه المدينة من تكالب وتحالف القوى الدولية والإقليمية على هذه المدينة، فقاموا بإحراقها بشتى الوسائل. إذا تحالف القوى الدولية وتكالب القوى الدولية على المدينة لإحراقها بشتى الوسائل، هناك تحالفات إقليمية ودولية من أجل السيطرة على الموصل، ولكن لماذا الآن بعد أن تم تدمير الموصل بالكامل لم يبقى فيها حجر على حجر، حتى أهالي الموصل لا يستطيعون السير في أزقة مدينتهم بسبب المياه والسيول، بالإضافة إلى الجثث التي المطمورة إلى الآن تحت الأنقاض ولم ترفع. هناك إذن استهداف واضح، لماذا لا يراد للموصل أن يعاد إعمارها، يعاد بنائها من جديد؟ بالتأكيد الموصل لا يراد لها إعمارها من قبل الطائفيين، من قبل القوى المتحالفة التي دمرت. في قاعدة ثابتة، الذي يدمر لا يبني، ومن يرجو ممن يدمر أن يبني فهذا حقيقة يغرد خارج السرب ويفكر خارج يعني المنطق. الذي يدمر لا يبني، ومن يرجو ممن يدمر أن يبني هذا حقيقة تفكيره خاطئ. لهذا هم دخلوا يعني بالتدمير وقالوا أننا نريد أن نحرر الموصل من الإرهابيين. هناك إرهابيين دخلوا إلى الموصل، وبالتالي هم انتصروا عليهم، طردوهم خارج الموصل، دمروا المدينة بالكامل. لماذا لا يعمرونها؟ الإرهاب مرفوض جملة وتفصيلا، ولكن الطريقة التي جاءت بها القوات التي أرادت أن تحرر مدينة الموصل هي طريقة يراد لها أرض محروقة، تدمير المدينة وتدمير بنيتها التحتية. هذا الأسلحة التي استخدمت لا تستخدم ضد إرهابيين، الصواريخ لا تستخدم ضد الإرهابيين، الطائرات لا تستخدم ضد، تستخدم ضد الإرهابيين الأسلحة الخفيفة والمتوسطة. ولهذا سبب أن هناك التي يستخدم على مدينة الموصل كانت الصواريخ والأسلحة الثقيلة، وهذا ليست أسلحة ضد الإرهابيين. لو كان هناك قانون دولي ونظام دولي لكان حسبت هذه القوات التي استهدفت المدينة بهذه الأسلحة، لو وجميع هؤلاء كان يحالوا إلى محاكم دولية، ولو كان هناك قضاء ومحاكم نشطة لكان حاسبت من أدخل داعش إلى المدينة. لكن من أدخل داعش عام 2014 إلى المدينة الآن يسعى ويسعون وهو ومن معه إلى مناصب سيادية ومناصب عليا. هذا أنا ليس قلت لك أنه هناك شيء غير منطقي يحدث، غير منطقي. يراد للذي يحدث أن يشرعن، لن يتشرعن، هذا لن يكون منطقيا. إدخال 300 داعشي إرهابي إلى مدينة الموصل ولم يحاسب أي عسكري على ما فعل، ولم يحاسب أي مسؤول سياسي، هذا كلام غير مقبول أبدا. هذا معناه استهداف للمدينة مسبق. عندما تركت المدينة بيد هؤلاء الإرهابيين وذاقت منهم المرار، جاءت هذه القوات بأسلحة ثقيلة دمرت المدينة وقتلت من فيها. ما الذي حصل؟ هذا غير ممكن. اليوم أنه المدينة الموصل يعني وضعها حقيقة أشبه بالمدن اللي دمرت بالحرب العالمية الثانية، مثل ستالينغراد عندما دمرت كان هناك حلف نيتو، يعني قوة ألمانيا مقابل روسيا، ودمرت المدينة. طيب اليوم مجموعة إرهابيين تدمر بهذه الطريقة، هذا أمر غير ممكن وغير ممكن. مدينة ستالينغراد 10 سنوات يلا حلف فارس استطاع أن يبنيها. الموصل تتصور
راح يبنونها بليله وضحاها 20 سنه لن يستطيع هؤلاء بناء اضافه للفساد الذي معشعش عندهم. من تامن لمن تسلم الاموال حتى تبني مدينه الموصل؟ لمن تسلم الاموال؟ هل الحكومه المحليه المشهوره بالفساد متهمه بالفساد ام الحكومه المركزيه؟ فمجموعه عوامل لا تجعل الانسان ان يتفائل بان هناك عمليه اعمار. ولهذا نقول ان هناك استهدافا منهجيا مبرمجا على مدينه الموصل لتبقى على هذه الحال. لكن نحن مطمئنين ان مدينه الموصل لن تكون ذيلا. هي رأس منذ تكوين هذه المدينة من العهد الآشوري ثم الإسلامي الأموي وإلى آخر إلى الآن، هي بقت رأس ويراد لها أن تكون ذيلا ولن تكون. إذن أستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، بالعودة إليكم، هذا التحالف الدولي الذي أدى بالتالي إلى تدمير مدينة الموصل، ما النقطة التي يريد الوصول إليها بعد أن دمرت المدينة؟ ما الداعي الآن لإبقاء النازحين في أماكنهم بالعراء يكابدون مآسي الشتاء والصيف والسيول الجارفة؟ يعني نتساءل إلى أي نقطة يراد تدمير الموصل بعد أن انتهت؟ يعني حقيقة الأمر هم يريدون، يعني الآن نحن نرى أنه إعادة المشروع الممنهج المتبع في مدينة الموصل أنه إبعادها عن قرار التأثير الاجتماعي والسياسي داخل العراق. مدينة الموصل معروفة بأنها مدينة الإعمار، مدينة القانون، مدينة تعشق الحياة، أبناؤها ناس مفكرون سياسيون قادة، الذي يعمل على استمرار المعاناة المدينة وعملية استمرار الهدم والتدمير وعدم البناء هو مشروع ليس فقط كما يعني قلت دوليا وإقليميا. لا ننسى أن هذه المدينة لها اعتباراتها التاريخية ولها اعتباراتها السياسية، مدينة قاومت وصارعت كل الهجمات البربرية التي عانت منها الأمة العربية والأمة الإسلامية في تاريخها القديم والحديث. لا ننسى المواجهة التي استطاعت أبناء هذه المدينة كما هم العراقيون في كل المدن، ولكن المدينة اتصفت بأنه بناتها مفكرين وعسكريين وقادة استطاعوا أن يثروا المؤسسة العسكرية والفكرية والسياسية بقادة ساهموا في بناء العراق الحضاري وبناء الدولة العراقية من عام 1921 ولحد الآن، ساهموا في جميع معارك التحرير ضد الكيان الصهيوني، ساهموا في بناء العراق وتحريره، وبالتالي ساهموا أيضا في رد العدوان الإيراني على العراق ومن احتلاله بعد في الثمانينات من القرن الماضي. كذلك أيضا لا ننسى المقاومة الفعلية لأبناء هذه المدينة متزامنة مع المقاومة المسلحة ضد الاحتلال والغزو الأمريكي. هذه لا يمكن أن تنسى لهذه المدينة ولأهلها. لذلك اجتمع كل من أعداء الأمة ممثلا بالأمريكان ممثلين بالتحالف الدولي وما آلت إليه ضرباتهم التي طالت أكثر من 4000 طلعة جوية. ماذا كانت تحمل هذه الطائرات؟ ألم تحمل الحمم النارية لقصف هذه المدينة الآمنة وذهاب أكثر من 45,000 من شهداء هذه المدينة وجرحاها؟ الآن نحن نتكلم عن المشروع أيضا الإيراني الذي متزامنا مع المشروع الأمريكي. إذن قوتان دولية وأقليمية تريد إبقاء الوضع لإسقاطات سياسية وللحقد الدفين الموجود ولعدم السماح لهذه المدينة وأهلها بالنهوض مرة ثانية. المدينة ستنهض آجلا أم عاجلا، هكذا يقول التاريخ. نحن لا نتكلم بعبارات إنشائية ولا بعواطف. أنا أثني على ما تفضل به الأستاذ السبعاوي في أن هذه المدينة لا يمكن لها إلا أن تكون قامة، لأنه أصبحت هي الأساس وأصبحت هي آخر معقل من معاقل أهل الإيمان وأهل أستاذ إياد. يعني البعض يتساءل، السياسيون ومنهم الأستاذ حسين السبعاوي، السياسيون الذين هم المتسببون بسقوط المدينة بيد الغرباء بفتح الحدود عن طريق سحب قطعات الجيش، هم أنفسهم الآن المستفيدون والمطبلون في سبيل الحصول على مكتسبات مستقبلية على الصعيد السياسي أيضا. ولكن هنا يعني سياسة شيطنة، إن صح التعبير، شيطنة بعض العراقيين في نظر البعض الآخر، سياسة خلق العدو من الداخل العراقي، إلى أي مدى ترى أن هذه
السياسة بحسب ما يصفها البعض، إلى أي مدى ترى أنها مستمرة وستستمر في العراق رغم ما حصل وحصل في الموصل؟ هذه تحاول دائما القوى المعادية أن تختلق بعض المصطلحات أو تختلق بعض الآراء الميدانية لاستكمال مشروع داخل العراق. نحن نتكلم هنا عن امتدادات حاملة. لو نرى الآن ماذا يحدث الآن على منطقة الحدود العراقية السورية، الآن الصراع بين صراع دولي بين التحالف الدولي وبين الأدوات الإيرانية ممثلة بالميليشيات العراقية مرتبطة بحرس الثورة الإيراني. ماذا تحاول؟ تحاول أن تسيطر على هذه المناطق. لماذا؟ لإعداد ولتثبيت المشروع الإيراني الذي يريد أن يكون العراق ممرا وجسرا لتحقيق مشروعه في الهيمنة على العراق كما سيطر عليه بعد الاحتلال وبالإطلاق اليد له من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. ثم يأتي الآن الأحداث في سوريا وما تلتها لأن يكون العراق جسرا إليه ومن ثم يمتد إلى بيروت العاصمة اللبنانية وكذلك ما يحدث في عواصم. إذن هو كامل. أما أن نشيطن الأحداث أو نشيطن الأشخاص أو نحاول أواعد بهذا المفهوم فهما واهمين الآن. نعم. ما الذي نعم. ابقى معي أستاذ إياد العناز الباحث في مركز الأمة الدراسات والتطوير. يبدو أن هناك خللا في الصوت، سنعود إليك مرة أخرى أستاذ إياد. قبل أن أتحول إليك أستاذ عمر الفرحان، هناك فيديو مشاهدينا الكرام نريد أن نشاهده سوية عن مأساة الموصل. هذا الفيديو الذي يجسد ربما قطرة في بحر المأساة التي يعاني منها أهالي نينوى، لنتابع. والله أخي الموصل البارحة شافت معاناة حيل قوية، وأكثر البيوت غرقت، يعني هاي البيوت متغرق، أشبيها بها أثاث بها غراض مال الناس، والناس هي أصلا تعبانة حيل، وجت هاي المحنة. يعني لو كانت دولة جادة والدوائر البلدية كان نظفوا المجاري والشغلات والشوارع وشالوا الأنقاض قبل ما يصير الأمطار، كان سيطروا على الشغلة، يعني ما كان صار هذا الفيضان ولا الناس لاقت هاي الصعوبات. فاحنا ليش لما ما يصير المطر يلا يجون ينظفون؟ ليش ما قبل هاي ما ينظفون؟ فاحنا نتمنى يعني دائما ياخذون اجراءات قبل ما يصير الحدث. يعني لو كان قبل شهر منظفين او شهرين ما كان تعذبوا، يعني امبارح هم بالمطر قاعد ينظفون وتبهدلوا، هم ما تبهدلوا. لو قبل شهرين منظفين ما كان شافوا المعاناة. ونتمنى انه ان شاء الله يكون هاي ياخذوا درس، يعني درس لهم. ما دائما يقعون بهاي المشكلة كل سنة. هاي احنا هاي خاصة من الجسر الرابع والغزلاني وراس الدواسي محمرابي والى وادي حجر، هاي كل سنة هاي المعاناة، هاي يمكن اقول لك 20 30 سنة هاي المعاناة، يعني ما يقدروا يلقوا لها حل. فلازم يعني يشوفوا لها صرف، هاي مو كل سنة الناس تغرق. واحنا بلد يعني المخاصة الموصل ما مثل، دائما امطار قوية وامطار غزيرة واحتمال يجوز نشوف بعد امطار ازيد. فإذا ما ماخذين احتياطات شلون المواطن راح يروح بيها؟ نقول إن شاء الله يلتفتون علينا، ولو يعني احنا نقول واحنا نسمع، بس نقول بركة الله سبحانه وتعالى يهينا بطانة صالحة ويديرون بالهم على المواطن، لأن المواطن حيل تعب. يعني هذا الشغلات اكو بالمحافظة كان بيها مجال قبل ما نفتح يسووها وينظفوها ويرتبوها، بس هم خلوها على ما جينا فتحنا واحنا أصحاب محلات وتعبانين. أسعى الشارع يشوف قدام عينك متأذي وحتى رزقنا انقطع. تابعنا سوية المشاهدين الكرام هذا الفيديو، يعني هو ربما قطرة في بحر معاناة أهل الموصل. أستاذ عمر الفرحان بالعودة إليكم، يعني من واجب الحكومات، يعني هناك شيء اسمه التخطيط، يعني من ضمن يعني السياسات التي تتحدث عن التخطيط هو توقع وقوع المشكلة وليس انتظار وقوع المشكلة لكي نبدأ بالحل. الحكومة تنشغل الآن ومنشغلة، وهي يعني منذ 2003 وهذا الحديث عن المناصب، الحقائب الوزارية، الأموال، التخصيصات للمسؤولين، ولكننا لم نسمع بأحد من أعضاء هذه الحكومات، حكومة المنطقة الخضراء، يتحدث عن مأساة المواطن
العراقي يقدم حلول، يخصص أموال لمعالجة المشاكل التي تقف عقبة بوجه المواطن العراقي. من وجهة نظرك يعني هذه الحكومة بما توصف، هل هناك أمل في أن يعني يلتفتوا إلى هؤلاء البشر في الموصل؟ نعم، يعني هذه الحكومة يعني هي طائفية بامتياز، ومن ثم تقوم هذه الحكومة بنقل الطائفية والسياسة العنصرية والسياسة التمييزية ما بين المحافظات. وحقيقة الأمر أن هذه الأمور كلها تنعكس سلبا على المجتمع وواقع المجتمع في العراق برمته، لا سيما أن يعني حدث الكثير من الميزانيات التي تقوم بها هذه الحكومة لسد احتياجات هذه المحافظات من العجز الذي بسبب الحروب والصراعات المسلحة التي نشأت فيها منذ عام 2003 وإلى اليوم ولم تنتهي، هذه بسبب السياسة الطائفية والسياسة التمييزية ولا سيما تدخل الأحزاب والميليشيات المرافقة لها في هذه الأمور، مما تنعكس على الوضع الاقتصادي والوضع المعيشي لهؤلاء المدنيين في هذه المحافظات. وحقيقة الأمر أن ما خصص في هذه الموازنة لعام 2019 لمدينة الموصل لا يتناسب جملة وتفصيلا مع حجم الدمار الذي حلت بهذه المدينة جراء القنابل التي ألقيت إليها وجراء النزاع المستمر في هذه وتكالب وتصارع وتنافس الأحزاب السياسية للسيطرة على مدينة الموصل وما حولها. والأمم المتحدة قالت أن مدينة الموصل تحتاج إلى أكثر من 3 مليارات دولار وتحتاج إلى عشرات السنين حتى تقوم من جديد بحلة جديدة وبمقومات مجتمع جديدة، وهذا ما يتنافى أو لا يتلائم مع حجم الواردات وحجم التخصيصات التي تقوم بها الحكومة الحالية من غبن وظلم لهذه المدن التي تعرضت، والجميع يعرف أن مدينة الموصل وغيرها من المدن تعرضت بفعل فاعل لهذه الأزمات المتكررة والنزاعات المسلحة، وتشير التقارير كافة إلى تورط نور المالكي في حرب مدينة الموصل، وكذلك الأحزاب الأخرى التي لها مصالح أخرى في مدن أخرى كما هي في مناطق حزام بغداد ومدينة الفلوجة. إيران، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية وبعض القوى الإقليمية التي لا تريد للعراق وأهله بأن أستاذ عمر لو سمحت سلام في هذه الأيام. سأعود إليك مرة أخرى أستاذ عمر الفرحان، بالعودة إليك أستاذ حسين السبعاوي، يعني لماذا ميزانية الموصل؟ الموصل تعد ثاني أكبر مدينة بعد العاصمة بغداد، ولكن ميزانيتها هي أصغر وأقل من ميزانية أصغر مدينة في العراق. هل هو إقصاء؟ هل هو تهميش؟ هل هو تعمد؟ بما تفسر ذلك؟ لا، هو تعمد. الموصل من 2003 إلى الآن هي تعيش حالة الإقصاء والتهميش على المستوى السياسي، على المستوى الاقتصادي، على المستوى الإداري، على جميع المستويات. هذا مقصود وممنهج منذ دخول الولايات المتحدة احتلال العراق عام 2003 إلى 2018. نحن الآن الموصل مستهدفة اقتصاديا، مستهدفة سياسيا، إقصاء، تهميشا إلى آخره. فبالتالي عندما يكون ميزانية الموصل لا تساوي ميزانية مدينة بابل، الأمر طبيعي عند ناس يعني جاءوا لإقصاء هذه المدينة وهذه الحاضرة الإسلامية الكبيرة. الأمر يعني واضح جدا وجلي جدا أنه استهدافه سواء في الميزانية، استهدافه أمنيا، استهدافه اقتصاديا، إقصاء أهلها من إدارة الدولة. اليوم الدولة العراقية منذ تأسيسها إلى الآن الموصل رأس في بناء هذه الدولة العراقية، منذ تأسيسها عام 1920، قبل عام 1920 عندما كان العهد العثماني، قبل العهد العثماني العباسي الأموي، الموصل جزء أساسي في بناء الدولة العراقية، جزء أساسي رأس في بناء الدولة العراقية. أريد لهذا الرأس كما ذكرت لك أن يكون ذيلا وعدم مشاركة في بناء الدولة العراقية، وهذا لن يكون. العراق لا يبنى بدون الموصل، ولا يبنى بدون البصرة، ولا يبنى بدون بغداد، لا يمكن أبدا. فبناء العراق الذي يريد أن يبنى العراق أن يعطي دورا أساسيا للموصل في بناء العراق،
ومن يقصي الموصل معناه يريد أن يقصي العراق كاملا ويهمش العراق. أنا أقول لك أنه ما عندما دمرت مدينة الموصل ودمرت البنية التحتية، السؤال اللي سألته على الأستاذ دكتور عناس، نعم. الآن يراد قتل الروح المعنوية لدى الموصلي بعد تدمير البناء وتدمير البنى التحتية وتدمير يعني البنى المادية في مظاهر مدينة الموصل. الآن يستهدف الشخص الموصلي في حياته، في روحه المعنوية، قتل هذه الروح. ولهذا السبب نقول أنها لا يمكن أن تدوم، هذه حالة خسوف، حالة استثنائية لا يمكن أن تدوم أبدا، لأنه منذ تأسيس العراق إلى الآن هو الموصل رأس في بناء العراق أبدا، لا يمكن. لاحظ المؤسسات العراقية السابقة، من أسس الجيش العراقي؟ الموصل. من بنى الدولة العراقية دستورها كذا إلى آخره؟ جميعها. الحكومات العراقية التي تشكلت في العهد الأموي ثلاثة منهم من الموصل. فلا يمكن إقصاء المدينة بهذه الطريقة. أما الإقصاء نعم متعمد، لماذا؟ لأنه هناك مشروعا إيرانيا طائفيا يراد تدمير المدينة وقتل هذه الدولة، تدميرها وتشتيتها وتفتيتها. الموصل لن يسمحوا بتفتيت الدولة، الموصل جزء من الحكومة المركزية، هذا عبر تاريخ، ليس ضعفا وإنما حبا بهذا الانتماء، حبا بهذا الانتماء. فالبعض يفسر قد يجوز تفسيرا خاطئا أنه ضعفا، لا أبدا ليس ضعفا، ولكن اعتزازهم بهذه الدولة العراقية التي ينتمون إليها. حتى في العهد العثماني عندما انتهت الحرب العالمية الأولى كانت تصويت الموصل بالانتماء إلى العراق. لهذا السبب هؤلاء الناس لا يريدون حكومة مركزية، لا يريدون دولة موحدة، يريدون دولة مفتتة على شكل كانتونات يديرها بعض رجالات الحرب وبعض العمائم السوء. هذا لا يصلح للموصل. الموصل بطبيعتها وإن كانت محافظة لكنها بطبيعتها مدنية، لا تقبل بالتطرف لا الديني ولا المادي، ما تقبل بالتطرف، طبيعة أهلها طبيعة مدنية. بالعودة إليك أستاذ إياد العناس، دكتور إياد الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، يعني إلى أي مدى ترى أن الانشغال الحكومة، انشغال الحكومة بالترتيب الصفقات والمناصب والحقائب الوزارية، هذا الأمر هو فعلا يسمى تجاهل أم هو تعمد مثل ما قال الأستاذ حسين، تعمد حكومي واضح تجاه ما يجري في الموصل؟ أهالي الموصل ليسوا من الأرجنتين، ليسوا من البرازيل، ليسوا من أفريقيا الوسطى، هم عراقيون، ولكن هناك من يريد شيطنة أهالي الموصل. هل ترى أن هذا الأمر، هل تتفق مع هذا الأمر؟ يعني بداية أنا أقول أنه هذه الحكومة الآن العاجزة، أنا هذه الحكومة العاجزة سوف لا تكون وليس من أفضلها. ليس هناك حكومة عراقية بعد، هي حكومات احتلال أتى بها الاحتلال، هم لا زالت لحد الآن تعمل ضمن مبدئين التوافقات السياسية والطائفية السياسية. هم لا يسعون إلى الاهتمام لا في الموصل تحديدا، بنية الموصل تركت، نعم إهمال متعمد وإهمال يراد منه إبقاء الأوضاع كما قلت والأزمات الاقتصادية والاجتماعية فيها. ثانيا هناك عملية إبطاء واضح العيان في موضوع الميزانيات التي قررت. الميزانية العراقية في عام 2018 يعني هذه السنة و2019 لم يحدد دولارا واحدا أو دينارا عراقيا لإعمار هذه المدينة والمدن العراقية التي أيضا استحضار وهدم لبنيتها التحتية كمدينة الرمادي وأدية وتكريت وفي وصلاح الدين كاملة وفي أيضا شمال محافظة بابل. هذه المناطق التي العمليات العسكرية وعاشت عملية القصف والتدمير فيها بعيدة عن اهتمامات الحكومة، ولا وسوف لا نرى مشروعا تنمويا لا في مدينة الموصل لهذه المدينات. الموصل بالتحديد سيبقى الوضع عليها كما الآن. الآن لو نظرنا بنظرة بسيطة إلى الساحل الأيمن، لم تستطع الأمم المتحدة أن تنكر حقائق المدينة رغم جميع الدور الذي لعبته الأمم المتحدة في محاولة إطفاء الشرعية على حكومة بغداد، في أنها استطاعت أن تستخدم العمليات العسكرية في إعادة الأمن والسلام، ولا تستطيع إلا أن تقول ما موجود مدينة كما قلناه نحن وقاله جميع الإخوان الذين الآن يشتركون معنا في البرنامج وجميع الباحثين الوطنيين المحبين لعراقهم العاشقين لمدينتهم، قلناها وقالتها الأمم المتحدة قبل أسبوع في تقريرها في التاسع من هذا الشهر، قالت الآتي:
قالت عدد الشهداء، يعني هم تقول القتلى، احنا نقول الشهداء والجرحى من ابناء هذه المدينه والمدن الاخرى 50,000 شهيد. ونحن قلنا 45 وقالوا انه هذا الرقم كبير، وقلنا لا زال اعداد الالاف منهم تحت الانقاض، وهي اعترفت بذلك، اعترفت بان هناك 200,000 وحده سكنيه مهدمه في هذه المحافظات، ومنها مدينه الموصل التي تهدم فيها اكثر من 23 حي سكني واكثر من 15 الى 18 وحده سكنيه. نتكلم عن 60% من البطاله وهي حقيقه، نتكلم عن مشاريع، نتكلم عن الجسور المحطمه، نتكلم عن المصانع، نتكلم عن 309 مدرسه تم تحطيمها من قبل التحالف الدولي والطيران العراقي، نتكلم عن ماذا؟ نتكلم عن 69 من الجوامع والمساجد والمعالم الحضاريه والاثريه في مدينه الموصل، نتكلم عن مستوصفات، نتكلم عن ملاعب، نتكلم عن مصانع، كل هذه هدمت وكلها احرقت بفعل الحمم الناريه التي كما 1,000 طلعه جويه من الطيران التحالف، 6,000 من الطيران الجيش العراقي، 700 من الطيران البريطاني، 600 من الطيران الفرنسي. اذا من تكالب على هذه المدينه؟ من تكالب عليها؟ لم يتكالب عليها الا الدول والمجتمع الدولي. الان الامم المتحده تقول لا يعاد اعمار المدينه الا بعد سنوات ب100 مليار دولار. اذا نحن هذه الا ان تتكلم الامم المتحده، تكلمت الان الامم المتحده، فماذا يقول المجتمع الدولي؟ ماذا تقول حكومه بغداد امام هذه الارقام؟ ماذا سيكون الوضع المستقبلي لابناء المدينه؟ كيف سينظر ابناء المدينه؟ هل ينظرون بنظره تفاؤل؟ ابدا. الذي سيحدث سيبقى الحال على ما هو، لكن هل ستستمر؟ لا ابدا لن يستمر. نحن قلنا ان هذا الشعب العراقي ومنه شعب هذه المدينه الحيه سوف لا يسكت، سوف لا يقف مكتوف الايدي، ستكون لديه كثير من المهام المقابله والاساليب التي يستطيع بها ان يعود الى مدينته ويعود العافيه والصحه لها. نعم. استاذ عمر الفرحان، لا يعاد بناء الموصل الا ب100 مليار دولار وبعشرات السنين، وهذا الكلام الذي صدر عن الامم المتحده، انتم دكتور عمر، استاذ عمر الفرحان، بتوثيقكم وبعملكم بالمركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب، كيف تقيمون دور الأمم المتحدة في إنقاذ أهالي نينوى من المآسي التي يعانون منها؟ وهذا التوثيق الذي تقومون به وغيرها من المؤسسات التي تأخذ على عاتقها هذا الأمر، هل ستبقى يعني هل سيبقى ما وثقوه حبيساً في الرفوف أم ماذا؟ نعم، يعني هذه عمليات التوثيق التي تجري هنا وهناك ولا سيما في مدينة الموصل له الأهمية الكبرى في إنقاذ ما تبقى من مدينة الموصل، ويمكن إنقاذه بصورة أو ما من خلال منظمات المجتمع المدني من خلال رفع تقاريرها الحقيقية إلى المجتمع الدولي، ومن ثم تبني المجتمع الدولي ممثلة بالأمم المتحدة. وهناك حقيقة إلى الآن هناك تقصير كبير من جانب المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذا الأمر، وهناك أيضا القوانين المحلية التي يعني سنتها الحكومة الحالية في دستورها تعرقل إعادة عملية الإعمار وتعرقل إعادة عملية البنى التحتية. كل هذا يعني يصب في مصلحة الأحزاب ويصب في مصلحة القوى العظمى التي كما ذكر قبل قليل بأنها تريد تدمير العراق ولا تسمح لأي جهة بأن تكون فاعلة في بناء إعادة بناء العراق من جديد وفق المعايير الدولية. التوثيقات نجريها على قدم وساق من انتهاكات ضد المدنيين، من انتهاكات ضد البنى التحتية، كل هذه تعد يعني من قبيل الحفاظ على الهوية العامة للمدن العراقية. بغية لو سامح الله هناك كانت تغيير أو كانت هناك تزييف للحقائق، فإن هذه العمليات التوثيق تؤكد أن هذه المدن والبلدات في العراق هي بحاجة ماسة إلى أن تأخذ
الحقيقة وتأخذ المحاكم الدولية طريقها نحو تفعيل محاكمة مجرمي الحرب، كما يعني أدين وسيدان إن شاء الله نور المالكي في عملية تدمير الموصل، وهو السبب الرئيسي في ذلك، ومن ثم الميليشيات، ومن ثم إيران والولايات المتحدة الأمريكية الذين أضروا وخربوا البلاد وعاثوا في الأرض فسادا، وهذا كله يجري في ضمن تحقيقات قانونية وتوثيقات قانونية نعملها هنا مع أيضا مع منظمات المجتمع الدولي المحلية والدولية، حتى تكون هناك وسيلة صحيحة ووسيلة قانونية لتحقيق الحقوق. نعم، بالعودة إليك أستاذ حسين السبعاوي، بالحديث عن موضوع الإقصاء والتهميش وما إلى ذلك، نتحدث عن المناطق المتنازع عليها في نينوى. يعني لماذا الحكم، أو يتساءل بعض لماذا الحكم هو الخصم؟ من المسؤول عن التفاوض؟ لماذا الحكومة المركزية تتفاوض بالنيابة عن الحكومة المحلية؟ هذه القصة بدأت منذ عام 2003 أيضا بعد دخول القوات الأمريكية. كان هناك سيطرة على الأطراف الإدارية لمدينة نينوى، سواء كانت من الشمال من جهة أربيل ومن جهة دهوك ومن جهة أخرى. طيب اليوم المناطق المتنازع عليها وفق المادة 140 يفترض أنه الطرفين المتنازعين هم الذين يحلان هذه المشكلة. بمعنى أهالي الموصل متمثلين بحكومة المحلية المنتخبة مع المنطقة سواء كانت في أربيل أم في أدهوك، ومن ثم تحل هذه اليوم الحكومة المركزية تتجاهل أهالي الموصل، وهي تذهب بصفقات سياسية مع إقليم كردستان أو مع أربيل مع أدهوك، ومن ثم هي تتكلم نيابة عنهم. إذا كنتم حكومة مركزية فتكلموا نيابة عن الاثنين، لماذا تتكلمون فقط نيابة عن نينوى؟ لهذا سبب هناك مشروع لقضم بعض الحدود الإدارية لمدينة نينوى، ومن ثم إثارة مشكلة ما بين الحدود الإدارية بين موصل أربيل، موصل دهوك، موصل صلاح الدين، وهكذا. الموصل السبب هذا هو الإقصاء والتهميش، وإلا لكان حلت هذه المشكلة تذهب السكان تلك المناطق إلى انتخابات فيما بينها أو استفتاء، هو هذا النص كان ينص هكذا. لكن عندما تتجاوز كل حكومة تتشكل وتدخل في صفقات مع الإقليم على حساب مدينة الموصل، هذا الأمر غير ممكن، هذا الأمر غير مقبول. ولهذا أنه هناك يعني ما زلنا احنا ننظر إلى المشهد أنه هناك وضع استثنائي، وضع حالة الخسوف اللي تعيشها مدينة الموصل، الأمر غير مقبول، ولكن تفرض الآن بالقوة اليوم ليس بالقناعة، وهذا الحل لابد أن يكون حلاً يعني شعبيا وحلا قانونيا، ولن يكون ابدا. انت كيف تروح تتفاوض نيابه عني وانا مسؤول المدينه وانا ابناء المدينه لا استطيع ان اتكلم؟ يعني وهناك انتقائيه وهناك صفقات سياسيه على حساب اراضي مدينه الموصل، وكانه العراق ليس واحدا ولم يكن واحدا في ظل هذه الظروف التي تعيش. لهذا السبب ان هناك مشروع تفتيت العراق، تقاسم مدينة الموصل، تشتيت مدينة الموصل، إقصاء مدينة الموصل خصوصا أطرافها الإدارية، وهذا هو استهداف لمدينة الموصل، قلناها من 2003، وواحدة منها هي الحدود الإدارية لمدينة الموصل، وكما ذكرنا سابقا الإقصاء الاقتصادي أو الميزانية التي ذكرت، والإقصاء السياسي والإقصاء الأمني وإلى آخره. نعم دكتور إياد العناز، الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، بالعودة إليكم. يعني هل انتهت طبعا بالحديث عن أنه المسببات لما جرى في الموصل، يعني بحسب مراقبين أنها الإقصاء والتهميش، هل نستطيع القول أن بعد تدمير المدينة انتهى الإقصاء وانتهى التهميش؟ حقيقة يعني لا زال التهميش قائم، يعني والدليل أنه لو كان ليس هناك إقصاء لكان عادة بناء المدينة. أنا قلت أن المدينة مراد فيها أن لا تعود إلى دورها الريادي والحضاري. عندما تكون مدينة ويكون مواطنيها وأهليها يعيشون أزمات اقتصادية واجتماعية، عندما لا تكون هناك بنية تحتية لديهم، عندما لا تكون هناك أفق ثقافية وفكرية لإعادة الشخصية الوطنية لهذه المدينة، عندما يكون تعمد وإمعان في إيذاء المدينة بعدم وجود مشاريع تنموية واقتصادية، عندما تفتقد الحكومة إلى رؤى سياسية واقتصادية
بكيفية بناء وإعادة تأهيل المدينة. هل ماذا نسمي ذلك؟ ألا نسميه إقصاء؟ ألا نسميه اجتثاثا؟ ألا نسميه استبعادا؟ نحن نقول هنا أنه دائما القواعد الرصينة والأسس المتينة والأفكار النيرة هي لا تعمل في الظلام الذي تحاول حكومة بغداد أن تسوده في العراق. هذه الحكومة التي هي من هي ولية العملية السياسية العقيمة. نعم. التي أثقلت كاهل المواطن العراقي التي لم تأتي بشيء، التي قيل عنها أنها الواحة الخضراء. ما هي هذه الواحة الخضراء؟ هي دماء بمدن تحطمت ونزوح أكثر من 5 مليون نسمة ودماء سالت هل هذه هي الواحة الخضراء؟ إذا هي أكاذيب وإنها هي افتراءات وديمقراطية مزيفة. فتبقى العملية هي عملية الإقصاء ليس فقط للمدينة، وإنما إقصاء للفكر النير وإقصاء للروح الوطنية الوثابة متمثلة في الموصل. نعم. أستاذ عمر الفرحان، بما تعلق في دقيقة واحدة لو سمحت. أستاذ عمر الفرحان، المسؤولية تقع على المجتمع الدولي، خاصة أنها ترى أن الوضع متأزم جدا في العراق، متأزم ولا يمكن السكوت عنه، وبالتالي تقع المسؤولية كبيرة من واجب إنساني وواجب حقوقي وواجب أخلاقي، فضلا عن الجانب السياسي الذي يجب أن تفعل هذه جميع الجوانب حتى تتمكن الدول الكبرى والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية من النهوض مرة أخرى بواقع العراق، وإبعاد إيران وإبعاد الميليشيات الإيرانية وإبعاد الأحزاب السياسية الموجودة في المنطقة الخضراء، لأنها سبب الدمار والخراب الذي حل بالبلاد منذ عام 2003 وإلى اليوم، وإعادة العملية السياسية برمتها وفق الأسس الصحيحة والوفق القانونية التي تقوم بها ميثاق الأمم المتحدة تجاه البلدان التي رزحت تحت الاحتلال. وبالتالي فإن هذه المسؤولية يجب أن تنفذ الآن وليس غدا، حتى يعيد المجد ويعيد للعراق هيبته من جديد. أستاذ حسين، يعني بعنوان الحلقة الموصل حياة كالموت، يعني نحن نشبه بالنظر إلى يعني كيف يعيش البشر خارج العراق، كيف يعيش البشر في الدول الأوروبية في أمريكا. نلاحظ أن كل دول التحالف التي اجتمعت على تدمير المدينة هم يحترمون إنسانهم ويقدروه ولا يبخسون حقه، بينما في العراق يتم قتل الإنسان العراقي. هل سيستمر خريف الموت مخيما على أرجاء الموصل خلال المرحلة المقبلة؟ أنا أعتقد أنه القوى الدولية تحترم حقوق الإنسان فقط في البلاد، وهناك تمييز عنصري قديما غربي أنه يميز الإنسان الغربي على الإنسان الآخر، هذا السوبرمان الجنس الآري عن الجنس الأسمر العربي. ولكن حكومات هذه البلاد هي من ساعدت في إقصاء وتدمير شعوبها ومواطنيها، ولهذا السبب لو كانت هناك حكومات وطنية تحترم شعوبها وهي منتخبة ومحترمة تحترم شعوبها، ما كان وصل الإنسان العربي عموما والإنسان العراقي إلى ما هو عليه الآن. أما الذين يشيطنون أهالي الموصل ويسيئون لهم سواء في السوشيال ميديا أم في الإعلام، فنقول لهم أنتم ذباب إلكتروني، ينطبق عليكم القول الشهير رمتني بدائها وانسلت. نشكرك شكرا جزيلا أستاذ حسين السبعاوي الكاتب والمحلل السياسي ضيفي في الاستوديو، وأشكرك أيضا شكرا جزيلا دكتور إياد العناز الباحث في مركز الأمة للدراسات والتطوير، كنت معنا عبر الهاتف من عمان، وشكرا جزيلا لك أيضا ضيفي عبر سكايب الدكتور عمر الفرحان من المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. شكرا لضيوف الكرام ولكم مشاهدينا الكرام على طيب وحسن المتابعة، إلى اللقاء.